انا حاليا مخطوبه وكنوجد الزواج ديالي ماشي دغيا لانني عشت فتره انني تصالحت فيها مع ذاتي عشت فتره بوحديتي عشت فتره اللي دوس بحال يقولوا دوس لو دوي ديالي وانا يمكن السر في هذا الشيء هذا هو انني انا كنت في وسط العلاقه الزوجيه كنت بحال كنوجد لراسي نفسيا انني انا كنت كنحس بان بزاف ديال الحوايج كانوا بزاف المشاكل دونك يمكن داك لو دوي دوزتو انا في وسط العلاقه الزوجيه دونك بالزربه ماشي بالزربه تخطيت الطلاق ولكن وقت قصير كنت نتفرج في الفيلم السينمائي ديال دريس الروق جرادة مالحة فرحانه باش نكتشف الفيلم ديالو السينمائي اللي يعني متشوقه ليه حيت شفت البوندانونس وشفت التصاور كيبان شي حاجه في المستوى دونك وفرحانه كذلك نتلاقى بالزملاء ديالي اليوم اما ما عرفتش شكون هما الكاستين كامل ما عرفتوش وهذه مناسبه باش نكتشفوا ان شاء الله.